من جانبه طالب اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية طلاب الجامعة والشباب بالمشاركة بكثافة باعتبارهم الكتلة التصويتية الكبرى والأمل في بناء مستقبل الوطن. النهاردة يوم مهم جدا لأن احنا بنقول للشباب لازم تشارك. الشباب والفتيات الجامعة احنا يمكن عندنا 3,050,000 ناخب، نصهم تقريبا 1.5 مليون شباب وفتيات. فمهم قوي مشاركة الشباب، واللي احنا حسيناه حقيقي من الندوة ومن اللقاء ان الشباب عندهم وعي كويس جدا بما يحاك ضد الدولة، وعندهم وعي ان الاستقرار في مصر والامن والامان اللي عايشين فيه خلال ال4 سنوات الماضية لازم يستمر، ومش هيستمر الا بمشاركة الشباب. والشباب مستوعب قوي حتة ان زميله على الجبهة في عمليات سيناء 18 بيستشهد وهو هنا بيدرس، فمش معقول هيتأخر أبدا عن أخذ حق الشهيد بأن هو ينزل يدلي بصوته. فحقيقة الشباب كلهم أنا براهن عليهم إن شاء الله، وكلهم هينزلوا وهيبقى عرس انتخابي يوم 26 و27 و28.